يعني عايز اقول لحضرتك ان دولتش هاملت ده اللي هو فريق هواه كان بيعمل جولات في اوروبا زي الانديه المحترفه دلوقتي، ومنها جوله في هولندا سنه 1912 حسين حجازي كان موجود معاهم، سجل هدفين في اياكس، كسبوا اياكس 4-1. اللي يخليك تنبهر يا كابتن هاني انه نادي دولتش هاملت ده لحد النهارده بيفتخر جدا أكيد. بالفتره دي من تاريخه، انه انا رحت لعبت في هولندا وكسبت 4-1، وعارفين مين اللي سجل هدف، كان سجل هدفين حسين حجازي منهم. ورحنا اسبانيا السنه اللي بعدها، انا كنت بشتغل في هال سيتي في الوقت ده، كنت بحاول اعرف كل التفاصيل عن حسين حجازي. فهم فخورين جدا بتاريخهم، تاريخ حتى انديه هو بتأرخ وعندها وثائق ومستندات كله موثق برضو يا عمر. دي نقطة مهمة جدا وهنتكلم فيها معاك، ان كل ده موثق. يعني التاريخ حتى الأندية، يعني مش هنقول بقت دلوقتي من أندية القمة، لكن في توثيق للتاريخ، في ملفات بتتحفظ بشكل او باخر، لان زي ما بنقول ده التاريخ ما بيتغيرش، وعمرك ما هتزور تاريخ. ودايما الانديه بتبقى عندها، والانديه والاتحادات، وانت عارف عشت يعني تجربه هناك في الاتحاد الانجليزي، عندهم موضوع التوثيق ده مهم جدا، توثيق مباريات وتواريخ. فده ان شاء الله ملف برضو نتكلم معاك فيه، لان ملف مهم جدا يعني.